إذا ما ذهبنا للأخبار القادمة من روسيا، دعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن إلى ضرورة زيادة حصة المدفوعات الدولية بالعملة الروسية الروبل. جاء ذلك خلال جلسة استراتيجية بشأن تطوير النظام المالي المحلي، حيث قال ميشوستن أنه من الضروري الاستمرار في زيادة حصة المدفوعات الدولية بالروبل مع الرفض التدريجي لاستخدام عملات الدول غير الصديقة.